استمعتم إلى الآراء المتناقضة خلال مناظراتنا لهذا العام، ولكن ماذا عن البقية؟ بقية الآراء نحن نسعى إلى الاستماع إليها ضمن فعالية DDX2. أكثر من 600 شاب وشابة من مختلف البلدان العربية قرروا إسماع أصواتهم من خلال تحميل فيديوهاتهم حول الأطروحة، وهذا قولي لمن في الحكم مستخدمين كافة أشكال التعبير. في 19 من ديسمبر للعام 2015 سنكون بصحبة 6 من الفائزين الأوائل الذين سيشاركون في النسخة الثانية من DDX في اسطنبول في تركيا، وذلك بمشاركة شخصيات ثقافية، أدباء، شعراء، موسيقيين وفنانين عرب. لمزيد من المتعة والمتابعة لمجريات DDX يرجى مشاهدة الفيديوهات أدناه. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التحديثات المتتالية حول مجريات DDX بما فيها توقيت البث المباشر. نلتقي معا في اسطنبول ضمن فعالية DDX2، وهذا قولي لمن في الحكم.